علينا أن نكون عمليين وبراغماتيين وواقعيين ومتفائلين. وعلينا أيضا أن ندرك ما نحن بحاجة إلى أن يدرج في خطة عمل للكوكب ولشعوب هذا الكوكب. هذا الأمر سيتحقق في حال تمكنا من توحيد الجميع وتضافر جهود الجميع، وأعني الجميع أي الشباب مثلكم، فإن شغفكم ودوافعكم ستكون ضرورية من أجل إعادة إشعال عجلة التقدم. ولذلك أنا متحمس لأعلن إنشاء تأسيس أكبر مبادرة من نوعها في مجال التغير المناخي لتعمل بشكل متواصل مع يونغو، الذراع الشبابي للاتفاقية الإطارية، والتي ستمكن المئات من الآلاف من الشباب من حول العالم ليشاركوا بشكل كبير في كوب 28. هذه المبادرة ستركز بشكل كبير على دول أقل نمواً ودول الجزرية الصغيرة، كما ستمنح جميع المشاركين التدريب والموارد والفرص للمناصرة بالنيابة عن دولهم ومجتمعاتهم المحلية. خلال الأشهر القليلة الماضية قمت وفريق كوب 28 بجولة في أوروبا وأفريقيا وأمريكا وآسيا، وكل مكان قصدناه دائما ما ألتقي بالشباب، وهذا الأمر يشجعني، أتشجع بما أسمعه مرارا وتكرارا. أنتم تودون أن تشاركوا وأن يتم إشراككم وأن تساهموا كما تودون إحداث تغيير. لذلك سأتعهد أمامكم، كوب 28 ستعرف بإشراكها الجميع وبتنوعها، وهذا التنوع الذي يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة تستضيف أكثر من 200 جنسية وتحتضن كل وجهات نظر هذه الجنسيات جميعها. السيدات والسادة، نحن نواجه جميعا التحديات المترتبة عن التغير المناخي، ولقد آن الأوان لنتشارك الطموحات. لكل الذين يدعون دولة الإمارات العربية المتحدة وطنهم، دعوني أقول ذلك، دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في مجال التغير المناخي. اليوم نود من الجميع أن يصبح رائدا في مجال التغير المناخي، وندعو لأن تصبح كوب 28 قمة العمل والتأثير، قمة للجميع. نود أن نستفيد من المدخلات والرؤى والأفكار من كل فئات المجتمع، أي إشراك الشباب والحرص على نشاطهم وعلى مشاركتهم النشطة والفعالة. لذا دعوني أدعو جميع الجهات والأطراف في الاتفاقية، أشركوا الشباب في وفودكم واعطوهم الفرص للمشاركة بطريقة فعالة. ودعوني أرسل هذه الرسالة إلى الشباب الموجودين هنا معنا هذا المساء، كقادة المستقبل، كعلماء المستقبل، ورواد أعمال المستقبل، وناشطين البيئيين المستقبليين، فإن طاقتكم وشبابكم هو الذي سيحدث هذا التغيير. التغيير الإيجابي يبدأ بالوعي، بالتعلم، فتعلموا قدر الإمكان عن التحديات المناخية، وأحضروا هذا الشغف وتركيزكم وشجاعتكم من أجل تلبية الاحتياجات وتحويل هذه التحديات إلى فرص. بوسعكم أن توفروا هذه الطاقة التي تحول المشاكل إلى إمكانيات وقدرات. نحن نعول عليكم من أجل المساعدة في تحقيق إنجازات ملموسة ونتائج ملموسة وواقعية. فلتتواصل العقول ولنبني معا مستقبلا أفضل للجميع. شكراً.